مادموزيل يا مادموزيل. نعم مادموزيل. ايوه. اذا بتريدي بدنا شي كرسيين نقعد عليهم لبين ما نشرب الشاي اللي بدك تساوي لنا اياه. اتفضلوا اقعدوا هون. لا معلش، اواعينا كلها شميمته ورمل. معلش تفضلوا اقعدوا هون. شبك ما في غير ترفع الطاقيه وتنزلها. شبك لا برا هيك جنب بدنا نحترموا السينما. هيك بشوف بالسينما. لك انت اصلا ما حدا نزع غير السينما، وبعدين هدول اللي بيرفعوها بيكون في تحته شعارات النشاطين. يمكن تكون صلعه. لك خرس. بس هيك خرس. تفضلوا. الله يسلم الديار. الله يسلمون. الله يبعث لك ابن الحلال يا رب. مظيم؟ نعم. دايك شي شمينتو اللي عم يهرب مني على الارض؟ لا هرهر قد ما بدك. مظيم؟ نعم. شي معلقه سكر زكاتي. تكرم. ولا الي؟ نعم. حطيها. شو هاي؟ اصبعتي. لك شو عم تنغل؟ خلاك. لك انت معطيك على الجبل. لك شو فاهمك انت؟ حطك على الجبل. هاي السكر. اصبحي على ابري مثل الفرايه. علي شو في؟ شو رايك تاخذ الام؟ الحمد لله الحمد لله كافينا، عنا وحده ويلا قايمين فيها. لك اقول لك اربعه. عم اقول لك عنا وحده ويلا قايمين فيها. معلم هي مو انت بتقوم فيها، هي اللي بتقوم فيك. بعدين اذا اخذتها بتغنى لولد الولد. ها هل هي عم تستنى لاجي انا اتجوزها؟ لك ايه لك ايه، اذا اخذتها بتصير احوالها فوق الريح. بعدين بيجي انا لعندك بخطب المطمزي، منصير سعيد بيك وعبده بيك. شو رايك معلم؟ ايه قوم حاجتك عليك مصدي، خلينا نترزق. يا رب اصلا انت مالك مش يعني. كوثر جيبي بيتزي جيبي بيتزي. بعتتني امك لعندك قال ما في حدا بيعمل. شو بدنا صبيعك؟ ما في شيء، ما جيبون شيء. امبارح لما رحت من عندكم حسيت بشويه وجع، رحت على المستشفى صورتهم. ان شاء الله ما في كسور. لا ما في كسور، مشعارين تشعير بس. ايه انت امبارح ضروري تتحدى بسام، هو كسر 7 بلوكات، انت ضروري تكفي على الباقي. انا كسرت 10. عم ينقفوا علي تنقيف. ان شاء الله انا. جوزيني؟ تستاهل. لك استنيني. لك اطلعي لقبري. صحتك شي دولة قهوة تكون مثل العسل. وحطي اصبعتك فيها. ولا الا هيك؟ حطي اصابيعك كلها. ولا ولا أصابيعي. تسلم لي. بس شوي شوي فرج. ايه عبيت صدرك رز وشوربة. بتشارتك او سورة انه انا بقدر بكسر لك 25 بلوكة على البلكون ضربة واحدة. بعرف. قوم قوم. مو هلا مرت عمي، بس لحتى يجبروا ايدي. يلا صوت يا شطور. برافو. يلا شوي شوي فرج. يلا وهي اخر معلقه. يلا دوري. ليش قصيت الطنجره؟ لا لسه في اكثر من نصها، بس هذا ضامن صحن. لا بوجعك بطنك فرج. لا تخافي علي انا لسه بشبع. بعدين لا تهكلي هم بطني، انا بقدر اعبي بطني برميل رز وشوربه. تعالك يا سورة.
ان شاء الله ايدي يضلوا مكسورين على طول عشان ضلني عم باكل من ايديكي. ايه كوثر امي انت ساوي الشاي، انا بلقمل الفراش. لا لا ما بدي ما بدي، شبعت. طعميتنا من خيرك، لا تحجنا لحدا غيرك دايما. تمحي اعملي لي شاي. على قلبك. صبي لي كاسة تانية. ما بقى في شاي بالابريق. غلي لي بريق تاني. هلا. هلا. ولا ليه تعي 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 تعي. وصليني على باب الحمام وافتحي لي، أو الباقي أنا بتكفل فيه. لك العريضة بتعرف إيديك مكسورين، حاجة تغب مياي وشاي بقى. يا سيد فرج تأخرنا بالحجز. ما لقيت حجز. يعني بكلام آخر. ما بعرف، ما في قدامنا غير نأجل. لا سيدي ما بنأجل، أنا لإمتى بدي ضلني عريس مع وقف التنفيذ؟ طيب شو الحل؟ ما بعرف، بدي العرس يكون نهار الخميس. لا خميس عن خميس ما بتفرق، ما بتقدر تستنى للجمعة الأخرى. يا ستي أنا بتفرق معي، معير على الخميس، يعني بكرة، إذا نهار الجمعة الصبح ما كنت متجوز كوثر بفقع. سيد فرج، تحمل لك هالأسبوع. شلون؟ صار لك طول هالعمر مدبر حالك، يدبر حالك هالجمعة. أنا تيس، ما بفهم. العرس الخميس يعني الخميس. ولك تيس تيس ما اختلفنا، والعرس الخميس بس وين؟ هون. هون وين بده يسع العالم هون؟ مو مهم العالم بلا ما نجيب طبل وزمر، المهم انا اتجوز. بس في ناس ما بنقدر ما نعزمهم. معناها بلا حفلة، بنعمل الحفلة بعدين. انا حجزت شاليه على شط البحر مشان نعمل شهر العسل، لازم من بكره نبلش. هلا طقت احترقت، ما عاد يمشي الحال الا هذا الخميس. ما بعرف، انا اذا ما تجوزت هالخميس تفلت زنبركاتي، انا قنبله موقوته معير على هالخميس. لا تخاف بجيب لك مهندس الغام. بفقع فيكي وفيه. لك خلص خلص عم نمزح، الخميس الخميس. لك تمحق منك الك، شو انا اللي بدي اتجوز؟ شو بيعرفك انت؟ عم اقول لك شاليه شي بيطير العقل، تحتك بحر وفوقك حرج، يمينك هرج ويسارك مر. حلو. مو بس هيك، لك مو بس حلو، حسن وسمن وغمازات والشامي عنبر على الخد. نيالي. مو بس نيالي، خضره ومي ووجب حسن. غرتو وش فردك انا؟ هيك قالوا لي لما اتصلت مشان احجزها. عاد بتشم لك شو لهوا نقي؟ ما بدي شم جنسه للهوا احسن ما اكل هوا. اول ما رح اوصل رح طربق الابواب كلها وسكر الشبابيك وتحش تحت الابواب جرايد مشان ما حدا يشوفني، اخر معي اكل بكفيني شهرين. لك اخي اذا بدك تروح وتطربق الابواب خليك هون احسن لك، هون في كونديشن، ابوك الكونديشن. الي مشان كل شوي حماتي تدق علي الباب. لك انا بدبر لك شقه، حماتك ما تعرف طريقك ابدا. ما اقتنعت، اذا ما دقت حماتك عليك الباب بيجوا ليهنوك ما بيخلوك تتهنى، وما فينك تصدون لانه بيزعلوا بعدين. هون بكفيك زمامير السيارات. لك اخي شو دخل زمامير السيارات؟ فهمني. شو مفكر الشغله حيالله؟ هي شغله بدها تركيز. لك اخي شو تركيز وما تركيز؟ انت تاني انا لي رفيق من زمان كان بيشتغل بالمطحنه، طفران اتجوز فيها لانه ما عنده بيت وما في الا بيبز ولاد، صار عنده شي 13 ولد. 13 ولد بالمطحنه؟ ابصر كيف جايبهم هاد. كيف بدي اجيبهم يعني؟ صارت الساعة 12 ونص، لإمتى بدنا نستنى؟ هلأ بنتأخر منضيع بالحرشة. محروس؟ يا أخي وينك يا محروس؟ وينك لهلأ؟ صرنا ساعة ناطرينك، اقعد اشوف اقعد. قلي شو استأجرت الشبح 600 اس اف اخ ال اط از ام مع سائق؟ لأنه بدي اتهنى كل الطريق. صار له ساعة تحت. يعني أبو كيروس؟ لك شو قعدك هون انت؟ غرطوش فردك انا. روح روح ساعد امك مزير، روح على راسي على راسي. طير نيالك نيالك.